الو الو ايوه انا لسه بقرا المسج فمحمد بيقول لي لا ده معايا على التليفون. استاذ اسامه انا معجب بحضرتك جدا. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخلي حضرتك يا فندم. اتعرف بيك ابراهيم يا فندم. افندم ابراهيم يا فندم. ابراهيم استاذ ابراهيم حضرتك زوجتك اتوفت امتى بقى لها قد ايه؟ 1/8 اللي فات يا فندم. طيب انت كنت متزوج عن حب ولا كان جواز تقليدي؟ لا فندم هو كان حب. احنا كنا جيران والحمد لله اتكلل بالزواج يعني. طيب جميل. وقعدنا سنتين من غير اولاد فكنا زعلانين جدا. الحمد لله ربنا انعم علينا بطفلين زي العسل ربنا يخليهم. 5 و4 سنين. والحمد لله بعد كده طبعا الحاجه اللي هي طبعا في مصر منتشره اليومين دول الاورام. 3 سنين والله دكتور يعني لفينا كل المستشفيات والحمد لله رب العالمين يعني. ده قضى ربنا. وبعد كده الاورام دي او السرطان ده بيسموه مرض الفردوس، يعني البني ادم بيبقى عارف فيه ان هو هينتقل فبيبتدي يطلب الرحمه من ربنا والمغفره يعني بيبقى يعني في ناس بتعتبره نعمه عشان البني ادم بيبقى عنده فرصه يتوب فيها عن كل شيء عمل وحش او حاجه يعني ممكن تكون معكره صفو ايام. عموما ربنا يعزيك وباذن الله الايام اللي جايه تكون احسن وربنا ليه اراده قبل اي حد فينا، ما حدش فينا بيقدر يعترض عليه. طيب قول لي انت فكرت في الجواز تاني ولا تعرض عليك الجواز تاني؟ والله يا دكتور هو اتعرض كتير جدا بس انا نفسيا مش مهيئ لي. يعني انا مش عايز اخطيها. انا حاسس ان انا لو جبت ملك يعني حد كده من السماء نزل لاولادي مجرد ما يجيب ولد او جاب بنت خلاص كده ده في تفريعه عنصريه. في هيكون انا بحس الاساس ده مش كويس او مش حاسس ان هو هيكون في المستقبل كويس يعني. فموضوع الجواز ثاني انا محسد منه جدا ورفضه من الماده لان انا بخاف عليهم جدا يعني فوق الوصف شويه. طب مين بيعتني بيهم يا استاذ ابراهيم؟ والله يا فندم انا يعني انا شغلي كمان بعيد عن المحافظه اللي انا فيها. فبسيبهم لوالدتي. والدتي يعني هي اللي بتعتني بيهم شويه. والدتك ربنا يديها الصحة عندها يعني الصحة انها تقدر تعتني باطفال صغيرين؟ يعني الحمد لله يعني انا مش هقدر اقول لك هي بتعمل كل حاجة مظبوطة يعني بس احنا اللي بنقدر عليه الحمد لله. بس انا في اللي قاعد في الوقت اللي انا قاعد فيه انا ما بسيبش الاولاد دي لحظة واحدة حتى خروج بره لا ما ينفعش اي حاجة. انا مجرد ما بروح ما هم معايا مستقلين بيها خلاص في حياة مستقلة خالص. بحاول اريح والدتي للفتره دي على قد ما بقدر بس هم طبعا برضو باطفال مش يعني مرتاحين. يعني برضو انت حتى لو ارتبطت بواحده واتجوزت واحده تانية هتسيبهم مع الست الغريبه دي او زوجتك الجديده لحد ما ترجع في شغلك. بالظبط كده. فهتبقى انت اللي مش مرتاح. بالظبط كده هو كده. طيب انا معاك ومقدر اللي انت فيه ولكن احتمال كبير جدا تلاقي إنسانة طيبة وقلبها طيب وتراعي ربنا في الولاد دول. طبعا أول حاجة دكتور هو دعواتك معنا إن شاء الله وحضرتك دعوة برضو على مع الناس المستمعين إن شاء الله. بس أنا بقول لك هو مش عايز أقول لحضرتك سامحني يعني هي العملة نادرة جدا إن أنت تلاقي حد يكون كده. مفيش حاجة نادرة على ربنا سبحانه وتعالى وما فيش حاجة تصعب في هذا الكون كله على اللي خلق الكون. مظبوط يا فندم. فدايما احنا بنقعد نحسب وندق ونقول استحالة صعب ما يحصلش ولكن ربنا ليه ترتيب تاني. وعايز اقول لك حاجة يا استاذ ابراهيم. انا دايما مؤمن بان ربنا بيدي كل واحد غطاء على قد برده او برده على قد غطاء. يعني انت لما ربنا سمح انك تخش في التجربة القاسية دي بتاعت زوجتك ومرضها ووفاتها ربنا اكيد مجهز لك وعارف انك هتقدر تتحمل الازمه دي وتعديها. ولما بتتحمل الازمه دي وتعديها برضا وشكر هو بيعوضك عوض لا ليه اول ولا اخر. بص اقول لك حاجه ربما تكون ست عازبه اول جوازه ليها، ربما تكون ست مطلقه علشان كانت ما بتخلفش فهتفرح باولادك، ربما تكون ست أرملة
وعندها ولد او بنت او وتبقى محتاجة تعيش في كنف زوج وتربيهم كلهم مع بعض، ربما وربما وربما كل دي احتمالات احنا يا ارضيين، احنا يا بني ادمين، احنا اللي بنقعد نفكر فيها، انما صاحب الامر ليه فكر تاني. اطلبها من ربنا وقول له يا رب اكتب لي اللي فيه الخير. وانا باسم الاستاذ ابراهيم بطلب من كل اللي بيسمعونا النهاردة، الملايين اللي بتسمعنا، علشان خاطر الطفلين دول اليتامى والراجل اللي متقطع ووالدته اللي متبهدلة، مش هنخسر حاجة لو نرفع ايدينا للسماء واحنا قاعدين دلوقتي ونطلب ربنا يوفق الراجل ده في زوجة صالحة تصونه وتصون ولاده وتصون عرضه وتغير شكل حياته وتعوضه على كل الأيام اللي فاتت.